هزا سوتورو یکمین هزا خریسیانن سریانه و 15 هیوا 2012 هاتنا آواکرین و جمار اوان نفبرا 8 تا 100 کسانه لباجاره دیرکی او گریداینه بری و بریاد دمکیوه و گور او دبیجن به هزین سوتورو هنه یک بری و بریه و یین دن تنه لتا خاوستا لقامشلونه و او گریداینه برجیما سوری و هزین بروانیا نشتیمانیا محمد الفارس تشكل سطور ب 15/12/2012 نحن اليوم هون بمقاطعة الجزيرة ممتدين من ديريك للحسكة بمراكزنا نحن كقوة سطور تابعين اليوم للإدارة الذاتية نحن مهامنا هي بكامل البلد داخله وخارجه من حواجز من أمنيات من دوريات من حواجز طيارة وبنفس الوقت قانونيا من حل مشاكل المواطن إن كانت انحلت بالمركز أو يقوم تحويلها إلى محكمة الشعب يعني مسميين للسطور سطور نحن التابعين للإدارة الذاتية وفي سطور بالوسطى هو تابع للنظام خلافات اصطدامات بيننا وبيناتهم أنه ما في هزن سوتورو ویداویه بجداری جی بی جی کرنا لشکریا نچارد بن و او دی بیجن وان تو جوان سریان آگادار نکرنا اولا ما نقدر نسميها انه تجنيد اجباري هي دفاع ذاتي على المنطقه هي نحن كقوات سطور ما قمنا بشكل رسمي بدورياتنا الرسميه وبامر رسمي بتبليغ شباب المقاطعه لكن بعض المرات كان في طلب تعزيز من قوات الاصايش يطلع من عندنا عناصر بدوريات الاصايش بتبليغ المناطق جوان سريان دي بيجن او كاري خواه كاري كي نشتماني دي بينن واجده هر تشتي بردايا و تفلي سوتورو بونه انضمينا لسوتورو حتى ندافع على الشعب وعلى ارضنا نحن كاخوة سريان وكرد وعرب ندافع على الارض انا تركت شغلي كله بشان اشتغل بها شغلي بالقضية هزن سوتورو جرخ سياسي و به پارتيا يكيتيا سريان و گريداينه لأو دي بيجن تني او پشتوان جواره طبعا نحن كحزب اتحاد السرياني شفنا في مجموعة من الشباب عندهم غيرة لحتى يطلعوا ويحموا شعبنا ويحموا مناطقنا في الوقت الحالي ويكونوا شريك حقيقي في المنطقة مع المكونات الموجودة من الكرد وعرب فنحن كحزب دعمناهم ونوقف جنبهم وندعم أي خطوة من هالنوع هذا قوات سوتورو هي قوات حماية مانع عسكرية قوات حماية مدنية ضمن المدن وهن لهم قيادة عامة في سوريا للقوات السوتورو ومرتبطين مباشرة مع الإدارة الذاتية هزن سوتورو دی بیجن او هاتنا آواکرین بو پاراسنا گل سریان و همو پیکاتن حریما جزیری او بریارن خواج انجومنا لشکری وردگرن تا پیتوی به اولکاریا دوری هیا او بردوامن دکار خوده جی پیشا باراگه هزن سوتورو لدیرک احمد صوفی آرک